لم يفقد أطفال سوريا اللاجئين الأمل في غد أفضل، فحاول معلموهم مساعدتهم على الغناء، هذه المرة للوطن. فحاولت إدارة مدرسة المناهل في بلدة مجدل عنجر اللبنانية أن تجمع الأهالي وأولادهم تحت سقف هذا الأمل، الأمل بغد أفضل بعد المجازر اليومية في سوريا. المناسبة كانت من خلال إدخال السرور إلى الطلاب في القسم السوري، وبالتالي تحويل كلمة ألم إلى كلمة أمل، وبالتالي خرق الألم الذي كان يتواجد عندهم لتحويله إلى نشاط إبداعي ببصمة أناملهم. زين المسرح بأعلام الثورة التي رسمها المشاركون الصغار أيضا على وجوههم، عدا عما أنشدوه من أغاني تراثية ترتبط بالشام وباقي المدن السورية، وخاصة أن الأطفال المشاركين في الحفل من معظم المحافظات السورية. دبكات شعبية وفولكلور شامي طغى على الحفل، وخصوصا بعد الاستعراضات التي قدمها الطلاب الصغار أمام الحاضرين، حيث أغاني الثورة رددت في الصالة من قبل الأهالي الحضور مع أولادهم من خلال تشجيع ودعم نفسي وتعليم للطلاب السوريين.